بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حنتكلم عن موضوع مهم جدا في لغة جافا اللي هو يسمونه السيرشن. طبعا السيرشن فكرتها، خلينا أول شيء نكتب الكلمة. لو كتبت أنا السيرت، لاحظ صارت باللون الأزرق، هذا معناه إنها كلمة موجودة في لغة جافا. طيب إيش فائدتها؟ كيف تستخدم؟ أول حاجة السيرت تستخدم هنا عندها أي إكسبرشن. جميل، أي إكسبرشن. هذا الإكسبرشن يعطي إما ترو أو فولز، يعني مثلا أنا بقول له إكس أكبر من واي أو أي إكسبرشن عادي مثلا. جميل، المهم إنه النتيجة تكون إما ترو أو فولز. لو أنا كنت طبعا فكرة assert هي للتعامل مع الأخطاء logical errors المنطقية، لمعالجة الأخطاء المنطقية. طيب نعرف عنه أن الأخطاء المنطقية من أصعب أنواع الأخطاء، لأنه أساساً الكود مكتوب صحيح لكن الخطأ منطقي. فمثلاً syntax error، لاحظ errors، عفواً syntax errors طبعا تكتشف من بدري من الكومبايل تايم، لانه باين الخطا، انت كتبت حاجه خطا. لكن هذه كيف تستخدم؟ لاحظ معايا، لو انا كان عندي مثلا كتبت int x y، عرفت متغير، كتبت x يساوي 10 y يساوي 5، هنا جيت قلت له x اكبر من y. لاحظ ايش الفكره، ايش الفكره؟ الفكره انه انت تقول له assert، تاكد، كأنك تقول له تأكد إنه X أكبر من Y. طبعا أنت تشوف الآن ما لها قيمة، إيش معنى هذا الكلام؟ هذا كلام تافه. لا، هذا لما تخش في البرامج الحقيقية يفيدك وقت عمل الديباجينج، يفيدك وقت التأكد من قيم معقدة، يعني أنت تبقى ما يعدي إلا قد القيمة صحيحة. فلما يكون assert X أكبر من Y، أنت تقول له تأكد إنه القيمة X أكبر من Y. إذا ما كانت أكبر من واي، حيتم يعني رمي استثناء اسمه assertion error، يصير خطأ، حيتم رمي استثناء اسمه assertion error. طيب الآن خليني أجي أقول له هنا system.out.println ونقول له أوكي. بس في نقطة مهمة في assert، assert ما تشتغل تلقائيا في لغة جافا، يعني اللي يستخدمه الكومبايلر كجافا كذا، عفوا جافا، ويكتب الكلاس وكذا عن طريق الدوز ولا الشاشات السوداء، يحتاج خيار اللي هو EA أساس ينفذ الكود اللي يكون فيه له assert. الآن عشان احنا ما عندنا الكلام هذا، احنا نستخدم بيئة النت بينز. فمثلا نجي هنا فان ران، نجي عند set project configuration. جميل، طبعا تختلف من بيئة على حسب البيئة، customize. شوف هنا vm options اللي هي الفيرشوال ماشين الخيارات. فاحنا لما نشغل الكومبايلر نرسل له خيارات، من ضمن هذه الخيارات في خيار اللي هو EA. هذا الخيار اذا وضعته فاثناء الترجمة لما تضغط تشغيل هنا ولقي الخيار EA، فانت تقول له فعل الاسيرت في الكود او الاسيرت. جميل، فالاسيرت ما تشتغل بشكل تلقائي في جافا. فاحنا الان اضفنا الاي اي، خيار الاي اي، لاحظ معي الان شغل، طبع اوكي. ليش؟ لانه فعلا اكس اكبر من واي، فعدى من السطر ذا بدون مشاكل، اكس 10. الان اقلب، خلينا نقول 2 مثلا، بلاش نقلب، الان اكس اصغر، شغل، لاحظ ايش اللي صار. exception in thread، ورمانا استثناء عفوا اسمه assertion error، خطأ. شوف وقف، لاحظ انه ما نفذ الاوكي. فهذه فائدة الassert. طبعا الassert تستخدمها في اماكن كثيرة في الدواء، طبعا فائدتها ما تبان الان، تبان لما تيجي تشتغل على برامج معقدة او برامج تحتاج تتأكد من قيمتها. فهنا انت تعطيه تعبير طويل جدا يكون منطقي، إما ترو أو فولز. إذا ترو يمشي البرنامج عادي، إذا فولز يسبب لك مشكلة. وهذه هي فكرة الأسيرت. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.